مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الأول المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم Unit 5 Lesson 3 اليونت الخامس الدرس الثالث. عنوان الدرس Granny's Box of Memories، صندوق جدتي أو صندوق الذكريات الخاص بجدتي. بالبداية يقول لي Which country has Granny visited؟ ما الدولة أو ما البلدان التي زارتها جدتي؟ استمع اقرأ and answer the questions، ثم أجب على الأسئلة. إذا منطي لي مقطع نصي وسألني عليه سؤال، وبعد قليل راح نحل تمرين متعلق به. بعض الأساتذة يعتبر هذه القطعة قطعة مطلوبة بالامتحان، وبعض الأساتذة يعتبرها فقط قطعة للقراءة. أنت حاول تفهم القصة وياي، تفهم مفرداتها، تتعرف على الأجوبة أو الأسئلة والأجوبة المتعلقة بها، ومن ثم اسأل الأستاذ مالتك إذا طلبها من عندك بالامتحان التحريري أو ما طلبها. بالبداية Granny's Box of Memories، صندوق الذكريات الخاص بجدتي. شي يقول لي بالبداية، يقول لي Dana and Azad Grand's mother was moving house. جدة أزد ودانا كانت تنقل بيتها. So Dana and Azad were helping her back. لذلك أزد ودانا يساعدون جدتهم على حمل أغراضها أو حمل حقائبها. شي يقول لي، يقول لي Granny reached the up and tried to get a box from the shelf. صعدت الجدة للأعلى وحاولت أن تحصل أو تجلب صندوق من أعلى الرف. Crash, the box was full of strange objects. Crash معناها سقط من يدها هذا الصندوق، وكان مليئا بالأشياء الغريبة. And everything fell to the floor. وكل شيء سقط على الأرض. Oh my goodness, I forget about this box. يا إلهي، لقد نسيت أمر هذا الصندوق. said Granny. قالت الجدة. Can we see? asked Azad. سألتها Azad. قالت لها نقدر نشوف شنو هذا بالصندوق. He looked curiously. بدأ عليه curiously. معناها فضولي. بدأ عليه الفضول. At things inside. بدأ عليه الفضول لكي يرى ما بداخل هذا الصندوق. Where does this come from? من أين جاء هذا الشيء؟ He asked holding up a dry leaf. سألها وكان حاملا ورقة شجرة جافة. إذن شاف أكو واحدة من الشغلات اللي موجودة بالصندوق، ورقة مع الشجرة أو واحد من أوراق الأشجار الجافة. قالها هاي بين جدتي، من يا بلد؟ قالت له That's from Canada. إنها من كندا. Granny replied. ردت عليها الجدة. Have you been there? asked Dana. سألتها دانا. قالت لها أنت رايحة هناك؟ looking surprised. وبدت عليها مندهشة. Oh yes, many times. قالت لها نعم، العديد من المرات. The marble trees in the autumn are beautiful. شجرة القيقب في الخريف تبدو جميلة جدا. Granny smiled. قالتها مبتسمة. إذن تذكر ذكرياتها أو الأوقات اللي قضتها بهذا البلد اللي هو كندا. ذكرت أن هي جابت ورقة من الأشجار القيقب الموجودة في كندا. And where does this keyring come from? قالها زين، منين جاج هذا الميدالية مال المفاتيح؟ Azad asked. سألها Azad. That's from Brazil. قالت تلك من البرازيل. هذه ميدالية الخاصة بالمفاتيح. قالت لأنه من البرازيل. Granny answered. جاوبته الجدة. That was a present. كانت تلك هدية. I've never been there. لم أذهب إلى هنالك قط. But I've always wanted to go. لكن دائما أو كنت دائما أحلم أني أذهب إلى البرازيل. What are these? asked Dana. قالت لها دانا زياد ذن شنو؟ She tried to pick up an elephant but she dropped it. حاولت أن تلتقط الفيل. طبعا أكو فيل موجود في الصور اللي منطنياها، هذا هو الفيل. قالت لها زين هذا شنو هذا الفيل؟ حاولت أن تلتقطه لكن وقعته. How do you use these? كيف تستخدمين هذه الأشياء؟ Those are chopsticks. طبعا قالت لها أول شيء على الفيل، أخذت الفيل وذن chopsticks. chopsticks اللي هي أعواد اللي يستخدموها اليابانيين أثناء الأكل، اللي هن chopsticks. قالت لها زين ذن شنو فائدتهم؟ شنو استخدامهم؟ جاوبتهم قالت لهم Those are chopsticks. هذني أعواد الأكل. From Singapore. من دولة سنغافوريا. سيد جراني. قالت الجدة. Have you been to Singapore? asked Azad. قالها أنت رايحة سنغافورة؟ His eyes bigger than ever.
وبدت عيناه أكبر من قبل، يعني متعجب شلون هذه الجدة رايحة لكل هاي البلدان. قالت له yes I went before you were born، لقد ذهبت قبل أن تولد أنت. نودد جراني، هزت رأسها، نعم لقد ذهبت قبل أن تولد أنت إلى سنغافور. I went to the top of the Marina Bay Sands Hotel، وذهبت إلى أعلى قمة الفندق Marina Bay Sands. It was very scary، كان الأمر جدا مرعب. I don't like high places، لأني لا أحب الأماكن المرتفعة. Wow you've been to some amazing places، said Dana. قالت دانا مرحى لقد ذهبت إلى العديد من البلدان المذهلة. And hopefully you will too، Granny replied. وجدتهم قالت لهم وأمل أنه أنت كذلك من تكبرون تروحون لهذه البلدان اللي أنا رحت لها وأكثر. إذن هنا أنا مجرد مقطع نصي لقصة قصيرة عن هذه الجدة اللي عندها صندوق ذكريات بمجموعة من الهدايا التذكارية اللي جابتهم من بعض البلدان اللي زارتهم وبعضها حصلتهم كهدية. ولاحظنا أن القصة بسيطة جدا، شي يطلب من عندي وراها إذا تلاحظون هاي الملاحظة، يقول لي present perfect simple، present perfect and past simple tenses، المضارع التام والماضي البسيط. هنا راح نميز بين زمنيا اللي هن المضارع التام والماضي البسيط، لكن قبل ما ننتقل لازم أجاوب على السؤال اللي سألني إياه بالبداية، which country has granny not visited؟ ما الدولة التي لم تزورها هذه الجدة؟ ذكرنا أنه كل الدول اللي ذكرت بالقطعة هي زائرتها ما عدا دولة واحدة اللي هي البرازيل. قالت أنا أتمنى أروح للبرازيل، لأن هي اللي محصلتها أو هاي الهدية اللي محصلتها كانت هدية وليست ذهبت إلى البرازيل وحصلت. إذن هسه الآن نجي نميز بين المضارع التام البسيط والماضي البسيط. هذا الموضوع اللي راح نشرحه اللي هو الفرق بين المضارع التام البسيط والماضي البسيط، هذا موضوع قواعدي جدا مهم، راح ناخذ الفرق بيناتهم نعرف شلون تجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنها. طبعا احنا الزمنين اخذناها سابقا، يعني شارحين بمراحل سابقه او بالكورس الاول اخذنا موضوع المضارع التام البسيط والماضي البسيط. الان نجي نميز بين المضارع التام البسيط والماضي البسيط. المضارع التام البسيط يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت في الماضي ولا نعلم وقت حدوثها. شون يعني أستاذ؟ ما أفهم شنو يعني حدث وقع في الماضي ولا نعلم وقت حدوثه. على سبيل المثال أقول I have been to Italy، لقد ذهبت إلى إيطاليا. هو حدث وقع في الماضي، أنا رايح إيطاليا سابقا، لكن ما أعرف وقت حدوثه أو لا يعلم المقابل وقت حدوثه، ما ذكرت بالجملة إنش وقت أنا رحت لإيطاليا بالذات. إذن هو حدث وقع في الماضي ولا نعلم وقت حدوثه. أو الاستخدام ثاني، لكن الآن الاستخدام اللي راح نستخدمه الآن الفرق بينه وبين الماضي البسيط إنه هذا ما نعرف وقت حدوثه. زين، إذا أسأل أي طالب من عندكم تعرفون قاعدة المضارع التام البسيط؟ أخذناها سابقاً. شو تقول؟ تقول فاعل زائداً أما هاز أو هاب زائداً تصريف ثالث للفعل، سميناه فيه تصريف ثالث للفعل زائداً التكملة. التصريف الثالث شو يكون؟ إما يحمل إيدي أو يكون فعلاً شاذ، وحفظنا الشواذ أو حفظنا بعض الشواذ. هسه شوف الآي هي الفاعل، شو تأخذ؟ تأخذها زائد البين تصريف ثالث للفعل. هسه لحد الآن عرفنا استخدام المضارع التام البسيط، هو حدث وقع في الماضي ولا نعلم وقت حدوثه. زين، شنو الفرق بين هذا الزمن المضارع التام البسيط والماضي البسيط؟ هذا يستخدم، الماضي البسيط يستخدم للتعبير عن أحداث حصلت في الماضي ونعلم وقت حدوثه. شلون يعني استاذ؟ ما افهم شنو يعني حدث وقع في الماضي ونعلم وقت حدوثه. يعني هنا ايش قلت؟ قلت I've been to Italy، انا ذهبت الى ايطاليا، ما ذكرت ايش وقت ذهبت الى ايطاليا. هنا انا اذكر ايش وقت ذهبت الى ايطاليا، اقول I
went to Italy last year. ذهبت إلى إيطاليا السنة الماضية. شوف أنا مش استخدمت، استخدمت الماضي البسيط. راح تسألني ليش؟ ليش استخدمت الماضي البسيط؟ لأن استخدمت أو أنطيت وقت حدوث الفعل. إيش وقت أنت رحت لإيطاليا؟ السنة الماضية. بما أن وقت حدوث الفعل بالماضي معروف اللي هو السنة الماضية، إذا أعبر عنه باستخدام الماضي البسيط. زين أسألك أنت كطالب، تعرف قاعدة الماضي البسيط؟ نعم أستاذ أعرفها. شو تقول؟ تقول فاعل زائدا فعل ماضي زائدا تكملة. كذلك مرة ثانية أسألك، شنو يعني فعل ماضي؟ بنفس الطريقة، إما فعل يحمل إيدي أو يكون فعل شار. هسه هنا القاعدة آي هي الفاعل والوينت فعل ماضي، هذا شار. الماضي مال شنو؟ مال جو. جو يذهب، وينت ذهب. إذن لحد الآن بسيطة. المضارع البسيط أو المضارع التام البسيط يستخدم للتعبير عن حدث وقع في الماضي ولا نعلم وقت حدوثه، والماضي البسيط هو حدث وقع في الماضي ونعلم وقت حدوثه. هذا الفرق البسيط اللي بيناتهم. الآن لازم نجي نميز بشغلة جدا مهمة، وعندي ملاحظتين جدا مهمات. الملاحظة الأولى شو تقول؟ أنه نستخدم never مع الجمل المنفية، ونستخدم ever مع الجمل الاستفهامية. بعض الأحيان الأستاذ شو يسوي؟ يجيب لك جملة مثلا يقول لك have you been to France إلى آخر الجملة. وش يقول؟ يقول لي ever لو never، يخيرك بين الever والnever. أنت تعرف أو لازم تعرف إنه الever تستخدم مع الجملة الاستفهامية والnever تستخدم مع الجملة المنفية. هسه باو على نهاية الجملة، إيش لقيت؟ لقيت علامة السؤال. إذا هاي الجملة شنو؟ استفهامية. إذا شنو الاختيار المناسب لهذه الجملة؟ أقول ever. Have you ever been to Italy؟ هل ذهبت مسبقا إلى إيطاليا؟ بس هاي الملاحظة الأولى عرفناها، إنه النبر تستخدم مع الجملة المنفية والإبر تستخدم مع الجملة الاستفهامية. بعد قلت الأستاذ ملاحظة، قلت لي ملاحظتين. شنو هي الملاحظة الثانية؟ ركزوا يا طلاب. الملاحظة الثانية تقول، الدرس السابق إذا تذكرون إيش قلنا؟ قلنا Have you ever been to Italy؟ هل ذهبت إلى إيطاليا؟ قلت لك هذا السؤال قصير، الإجابة عنه أما يس أو نو. تقول لي يس أي هاف أو نو أي هافنت. خلينا نسجلها على مود ما ننساها. Have you ever been to France على سبيل المثال؟ هل ذهبت إلى فرنسا؟ إيش راح تجاوبني عن هذا السؤال؟ راح تجاوبني أما تقول لي يس أي هاف أو نو أي هافنت. هسه الملاحظة الجديدة شو تقول؟ تقول بعد ما تقول yes I have أو بعد الجملة yes I have يجب أن يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط. شنو هو الماضي البسيط؟ هذا اللي أخذ قاعدته قبل دقيقة. ال yes I have يأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط. حفظناها؟ ما افتهمت استاذ، يعني شلون؟ شلون تجيني بالامتحان وشلون اقدر اجاوب عنها؟ شوف هنا انا طلع مثلا جاب لي بالامتحان ذن الجمل، شو يقول لي؟ يقول لي Have you ever been to Italy؟ هل ذهبت الى ايطاليا؟ ايش قال لي؟ قال لي Yes I have، نعم لقد ذهبت. I فراغ there last week، لقد فراغ الى هناك الاسبوع الماضي. خيرني بين go فعل مجرد، went فعل ماضي، gone تصريف ثالث. هسه ملاحظة مال الأستاذ طه ايش قال قبل دقيقة؟ قال إذا لقيت جملة yes I have فإن الجملة التي تأتي بعدها جملة بزمن الماضي البسيط. جيد، لحد الآن عبرت خطوة، عرفت أن الجملة اللي بعدها لازم ماضي بسيط. قبل دقيقة ايش قلنا؟ قلنا الماضي البسيط عبارة عن فاعل زائدا فعل ماضي. يعني أريد الفعل ما تكون ماضي، الـ I هي الفاعل ياهو مثل فعل ماضي الوينت. إذا نقول I went there last week، لقد ذهبت إلى هنا الأسبوع الماضي. هاي ملاحظة أو هاي صيغة اللي ممكن تجينا بالامتحان. ناخذ صيغة أخرى أو فكرة أخرى.
يقول لي have you for any pictures. Take هذا مجرد, took هذا ماضي, taken هذا تصريف ثالث. الآن شنو الاختيار المناسب للجملة؟ احنا اتفقنا انه اذا لقيت have او has بالجملة, هسه نرجع لكم شوية, نرجع للملاحظات السابقة, الهاف والهاز إذا لقيتهم بالجملة لازم الفعل شي يكون؟ يكون تصريف ثالث. خلينا نجي نرجع على المثال. شو قال لي هو؟ قال لي have you for any pictures, take no, took no, taken. شنو الاختيار المناسب؟ أكيد الاختيار المناسب taken. أقول له have you taken any pictures, هل التقطت أي صور؟ أستاذ ليش أخذت تصريف ثالث؟ لأن الجملة مضارع تام بسيط. شلون عرفت مضارع تام بسيط؟ من خلال كلمة have اللي بعدها المثال الثالث. Have you for clean the house. شوف هنا أنا شو يقول, يقول لك أنا منطيك الفعل ومنطيك have. هالمرة شو خيرك؟ خيرك بين الإفر والنبر. قبل دقيقتين إيش قلت؟ قلت الإفر تستخدم مع الجملة الاستفهامية والنبر تستخدم مع الجملة المنفية. باعون إيش لقيت هنا؟ لقيت علامة سؤال, يعني جملة استفهامية. يعني شنو الاختيار المناسب؟ الاختيار المناسب إفر. Have you ever cleaned the house. هل نظفت البيت؟ أخذ لكم مثال على النظر. على سبيل المثال قال لي I have for been to Italy. على سبيل المثال قال لي هم بين قوسين ever لو never بنفس الطريقة. أجي أباوع على الجملة, الجملة استفهامية لا أستاذ مستفهامية. إذا مستفهامية يعني شنو؟ يعني منفية. بما أن منفية إيش راح أستخدم وياها؟ never. فأقول I have never been there. أنا أبدا لم أذهب إلى إيطاليا. إلى إيطاليا. إذن تعرفنا على ملاحظات جدا مهمة بسيطة, الفرق بين المضارع التام البسيط والماضي البسيط, وعرفنا شلون يجينا بالامتحان وشلون نقدر نجاوب عنه. وكذلك راجعنا مثل ما أخذنا سابقا, راجعنا قاعدة المضارع الماضي البسيط والمضارع التام البسيط بشكل مبسط. إحنا ماخذين الشرح المفصل للمضارع البسيط والماضي البسيط بدروس سابقة. الآن مجرد ما أخذنا الفرق بيناتهم, الآن ننتقل إلى كتاب النشاط, نحل الأنشطة المتعلقة بهذا الدرس. خليكم ويانا الآن مع التمرين الأول لكتاب النشاط. شو يقول لي؟ شوف هنا التمرين يقول لي complete the table with the correct form of the verb. أكمل الجدول بالشكل الصحيح للأفعال. يعني منطيني فعل مجرد وراء فعل ماضي وراء فعل تصريف ثاني. هذا الجدول للحفظ إملاء ومعنى. قبل ما أبدأ بالحل سجل عليه هذا, للحفظ إملاء ومعنى. إحنا عرفنا أن الماضي البسيط والمضارع البسيط ما أقدر أحل الجملة إذا ما حافظ الأفعال الشاذة. أغلب من الأفعال راح يطينياهن أو كل الأفعال راح يطينياهن أفعال شاذة. لازم أعرف الماضي والتصريف الثالث مالتها. فالإيت, إيت معناها يأكل, هذا مضارع. الماضي مالته ate أكل, والتصريف الثالث eaten هم معناها أكل. ride يقود أو يسوق, الماضي مالته rode هذا, والتصريف الثالث مالته ridden. اللي بعده see يرى, هذا مضارع ماضية saw رأى, والتصريف الثالث مالته seen. write يكتب, هذا مضارع يريد الماضي wrote كتب, والتصريف الثالث مالته written هم أنا معناها كتب بالتصريف الثالث. بعد لا ننتبه لي البي, البي معناها يكون, هذا مضارع. الماضي مالته أما was أو where. انت تقول هاي مو كلش مهمة, أما was أو where. زين استاذ إذا جاب لي هذا الامتحان البي شو أخلي له, was أو where؟ بكيفك, أما تخلي له was أو تخلي له where أو تخلي له ياه يناسن. أما التصريف الثالث مالته بي. زين أستاذ ليش was where؟ أو وش وقت أخلي was وش وقت أخلي where؟ هاي أخذناها مع الماضي المستمر. إذا كان الفاعل he أو she أو it, طبعا هذا خارج التمرين بس هيك ملاحظة إضافية, he و she و it أخليهن was, وال they وال we وال you أخليهن where. طبعا الآي هم من وين was, I was. إذا كان الفاعل he أو she أو it أو I أخليه was, والبقية أخليه where. نفس فكرة أس الشخص الثالث اللي أخذناها مع المضارع البسيط.
الجو معناها يذهب، هذا مضارع، الماضي مالته went، والتصريف الثالث مالته gone. هذا كلش مهم بالامتحان التحريري. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لانها مهمه. زين استاذ تقلت للحفظ املاء، من الممكن يجي بسؤال الاملاء؟ نعم، من الممكن ان يجي بسؤال الاملاء بالطريقه التاليه اللي متعودين عليها. على سبيل المثال يقول لي رايد فاصله ريدن، على سبيل المثال سي فاصله شنو. انتبهي للطلاب، مو تقولوا لي سي اخلي له سو. استاذ ليش؟ لان هو بالمثال ايش منطيني؟ منطيني رايد سواها ريدن، منطيني رايد سواها ريدن، يعني سواها تصريف ثالث. فيقول لك السي كذلك اريدك تسويها تصريف ثالث. فايش راح تصير؟ راح تصير سي. انتبه للمثال قبل ما تحل. فمثل ما وضحنا انه هذا التمرين للحفظ املاء ومعلم، من الممكن يجيك بالامتحان بصيغه الاملاء بهذه الطريقه. فننتقل الى تمرين رقم 2. Read the story in the student's book again. Answer the questions. اقرا القصه في كتاب الطالب، القصه الخاصه بصندوق الذكريات جدتي، اقرا مره اخرى وجاوب على هاي الاسئله. مثل ما وضحنا بداية الدرس إن من الممكن الأستاذ يعتبر هذه القطعة مطلوبة، فبالتالي هذه الأسئلة لازم تحفظوها، ومن الممكن تكون قطعة للقراءة فقط أو نشاط صفي فقط، فهذه الأسئلة مجرد تعتبر كنشاط صفي. شو يقول لي؟ يقول لي How did Dana and Azad feel when they heard about Granny's trouble? How do you know؟ شوف هنا أنا شو يقول لي؟ يقول لي كيف شعرت أزد ودانا عندما سمعوا ب رحلات جدتهم، وكيف تعرف يعني شنو شعورهم؟ مثلا تقول شعورهم انه كانوا متفاجئين، شلون عرفت انه كانوا متفاجئين؟ لازم توضح. فش اقول له؟ اقول له they were surprised، لقد كانوا متفاجئين. زين انت شو عرفك؟ يقول لك شو عرفك انه هم كانوا متفاجئين؟ تقول له اكو جمله ذكرت بالقصه his eyes، عيناه are bigger than ever، عيناه أصبحت أكبر من قبل، يعني عيناه متوهجة مكبرانة من كمية الدهشة اللي أصابته. النقطة الثانية، What did Dana do with the chopsticks؟ ما الذي فعلته دانا بالchopsticks؟ قلنا chopsticks اللي هي أعواد الأكل اللي خاصة باليابان وسنغافورة. شنو اللي حاولت تسوي؟ حاولت تشيل هذا الفيل او هذا اللعبه الخاصه بالفيل بالchopsticks او اعواد الاكل اللي لقيتهم. فاقول she tried، هي حاولت to pick up the elephant، حاولت ان تلتقط بهم الelephant، but she failed، لكنها فشلت. Which country hasn't granny visited؟ ما البلد الذي لم تزره الجدة؟ قلنا أن البلد اللي ما زارته هو البرازيل، البرازيل. النقطة اللي بعدها، Does she want to visit that country? How do you know؟ هل ترغب الجدة بأن تزور ذلك البلد اللي هو البرازيل؟ وكيف تعرف؟ كيف تعرف أنه هي راد تزوره أو ما راد تزوره؟ فأقول Yes, she wanted to visit that country، راد تزور البرازيل. ليش؟ أو شلون عرفت أن هي راد تزور البرازيل؟ لأنها قالت، تذكر القول مالتها، قالت I always wanted to go، كنت دائما أرغب أو أريد أن أذهب إلى ذلك البلد اللي هو البرازيل. Why did Granny say she was scared in Singapore؟ ليش الجدة قالت بأنها كانت خائفة في سنغافورة، في دولة سنغافورة؟ ذكرنا بالقطعة أنه كانت خائفة بهذا البلد بالذات لأنها صدت للقمة بالفندق اللي كانت متواجدة به، وهي كانت تخاف من الأماكن المرتفعة. فأقول she was scared، كانت تخاف of high places، كانت تخاف الأماكن المرتفعة. هذا ما يخص تمرين رقم 2. تمرين مثل ما وضحنا، إذا طلب الأستاذ عندكم هاي القطعة كقطعة مطلوبة بالامتحان التحريري فهذه الأسئلة لازم تحفظوها، وإذا ما مطلوبة من عندك بالامتحان التحريري فهذه الأسئلة مجرد أسئلة كنشاط صفي كتحضير يومي يسأل الأستاذ بطريقة شفوية بداخل الصف. الآن ننتقل إلى تمرين رقم 3. Look at the things that granny books، انظر للأشياء اللي موجودة في الصندوق الخاص بالجدة.
Which other country has she been to? ما البلدان الأخرى اللي ما ذكرت بالقصة ذهبت لزيارتها هذه الجدة؟ أستاذ أنا شو معرفني أنا شلون أعرف إنه هي وين راحت؟ طبعاً كل شغلة من ذن الشغلات مشهورة بها، على سبيل المثال هنا مكتوب موسكو، إذن هي she has been، هي ذهبت to Russia، ذهبت إلى روسيا. شلون عرفت؟ من خلال هذا الميدالية أو الهدية اللي موجودة بالصندوق مالتها. فأنا أشوف باقي الأشياء، مثلاً هذا، هاي ساعة بيج بن اللي موجودة بإنجلترا، إذن أقول she has been to England، ذهبت إلى إنجلترا، أو أقدر أقول UK المملكة المتحدة، وهكذا. إنديا ذهبت إلى الهند، شلون عرفت؟ من خلال هذا الفيل. ذهبت إلى سنغافورة، ذهبت إلى إيجبت، إلى مصر، من خلال هذه الموجودات أو الأشياء اللي موجودة بصندوق الجدة. لازم أعرف البلدان اللي ذهبت لها، وأعبر عن هذا باستخدام شنو؟ باستخدام المضارع التام البسيط. بس هذا شلون عرفت؟ شوفوا لي هاي القاعدة، فاعل زائد هاز زائد تصريف فعل. هذه يا قاعدة أذكركم بقاعدة المضارع التام البسيط اللي شرحناها من بداية الدرس. إذن هذا كذلك مجرد نشاط صفي غير مهم للامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. الأستاذ يطلب من الطلاب أن يشوفون هذه الصورة ويتخيلون أو يتنبهون بالبلدان اللي زارتها الجدة. ننتقل إلى ملاحظات قواعدية جدا مهمة عن استخدام أو تحويل السؤال باستخدام وين، أو تحويل الجملة إلى سؤال باستخدام وين. للسؤال عن بلد شيء معين باستخدام وين والجواب عنها كما تم شرحه في الدرس الأول، نستخدم نفس القاعدة، يا قاعدة لا تذكروها، وين زائدا do أو does أو do زائدا الاسم أو الفاعل زائدا come from، ولا تنسون علامة السؤال. إذا أرد أسأل عن بلد شخص معين، تذكرون بالدرس الأول إيش قلنا؟ قلنا where does Yuki come from، where does Sultana come from. هذا للسؤال عن بلد شيء معين، شخص معين. زي نفس الشيء أقدر أستخدمه للسؤال عن شيء معين، عن بلد شيء معين. فهنا نشوف إيش قلت لها بالقطعة، قلت لها where does the maple leaf come from، من أين جاء ورقة شجرة القيقب؟ فش جاوتها؟ The maple leaf comes from Canada، جاءت من كندا. Where do the chopsticks come from، من أين جاءت أعواد الأكل؟ The chopsticks come from Singapore، جاءت من سنغافورة. هاي المعلومات مثل ما حفظنا يوكي والبقية الشخصيات والبلد الخاص بكل شخص لازم نحفظ كذلك. هذا من الحفظ، لازم نحفظ كذلك هذا من الأشياء، وكل وحدة من لجتنا. فالmaple leaf اللي هي الورقة مع شجرة القيقب، إذا تريدون تشوفوها بالصورة هذه وينها اللي مشهورة بها كندا. لازم نعرف كل شيء من هذه الأشياء من الجانب. فشجرة القيقب أو ورقة شجرة القيقب جتنا من كندا. Where do the chopsticks come from؟ أعواد الأكل من جتنا from Singapore، من سنغافورة. Where does the keyring come from؟ من جاني الميدالية مال المفاتيح comes from Brazil، جاء من البرازيل إلى آخره. إذا تلاحظون شغلة جدا مهمة هنا، ليش استخدمنا does؟ لأن الماطل ليف اللي هو الاسم مفرد، وهنا ليش استخدمنا دو؟ لأن chopsticks الاسم اللي جاء بعدها اسم جمع، فإذا كان جمع نستخدم ويا دو، وإذا كان مفرد نستخدم ويا داز، مثل ما شرحنا بالدرس الأول ووضحنا. فمثل ما وضحنا ذن المعلومات للحفظ، حاولوا تكتبوها بالدفتر وتحفظوهن. وبالأخير تمرين رقم 4 يقول لي put the words in the correct order to write questions، اكتب هذه الجمل الكلمات اللي منطينيها مخربطة، يقول لك رتبهم على مود تسوي لي جمل استفهامية صحيحة. قبل ما أبدي بالحل لازم نعرف شلون أنا أسوي جملة استفهامية. نضع أداة الاستفهام إن وجدت في الجملة. شنو هو أدوات السؤال اللي احنا نسميهن WH؟ أغلبهن أما بيهن WH أو يبدأ بWH. يعني على سبيل المثال هذه أداة سؤال، دائما أخليها بالبداية، دائما أداة السؤال بالبداية إذا كانت جملة استفهامية. كاتب لي إن وجدت، يعني مرات ما ألقاها أستاذ؟ نعم ما تلقاها. لا أستاذ، شلون جملة استفهامية وما بيها أداة سؤال؟ قلنا إذا ما بيها أداة سؤال أكيد بيها فعل مساعد. مثلا أقول لك Have you ever been to Italy؟ هل ذهبت إلى إيطاليا؟ ماكو أداة سؤال، لكن سألتك بالفعل المساعد Have.
فمن الممكن انه ماكو اداه السؤال بالجمله وبالتالي اسالك باستخدام الفعل المساعد. هسه الخطوه الاولى كملناها، نضع اداه السؤال في البدايه، نضع الفعل المساعد والافعال المساعده هي، نضع الفعل المساعد، شنو الافعال المساعده؟ الاز، الار، الام، الواز، الوير، الدو، الدز، الديد الى اخره. اكو فعل مساعد بالجمله؟ نعم، داز، اخلي وير داز. ثم ننتقل للخطوه الثالثه، شو تقول؟ ثم نضع الفاعل، وين الفاعل؟ The maple leaf. The maple leaf اللي هي شجرة القيقب. أنا دا أسأل عن شجرة القيقب، من أين أتت هذه الورقة الخاصة بشجرة القيقب؟ واللي بعدها ثم نضع الفعل الرئيسي، شنو الفعل الرئيسي؟ كان. إيش بقت عندنا بالجملة؟ بقت عندنا فقط كلمة from ما بدخليها، أكتبها بالأخير from، بالأخير أخلي علامة سؤال. صارت الجملة Where does the maple leaf come from؟ من أين جاءت ورقة شجرة القيقب؟ النقطة الثانية بنفس الملاحظات، أخلي البداية أداة السؤال، شنو أداة السؤال؟ Where، ومن ثم الفعل المساعد، شنو هو الفعل المساعد؟ Does، ومن ثم الفاعل، شنو هو الفاعل؟ This keyring، ومن ثم الفعل الرئيسي اللي هو come، ومن ثم from. شرط جملة Where does this keyring come from؟ من أين جاءت ميدالية المفاتيح هذه؟ اللي بعدها النقطة الـ C هم نفس الطريقة، come from these come do chopsticks where. أول شيء أخلي أداة السؤال اللي هي where، أخلي الـ where، ومن ثم الفعل المساعد اللي هو do، ومن ثم الفاعل، شنو الفاعل؟ these chopsticks. هالمرة الفاعل مخربط لي إياه، these chopsticks. وراها الفعل اللي هو come، ومن ثم بالأخير أخلي from وعلامة السؤال. من أين جاءت أعواد الأكل هذه؟ هذا كل ما يخص التمرين رقم 3. هذا التمرين سجلوا عليه، تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحرير. يجيني مثل ما هو، يجيب لي أحد هذه الجمل وش يقول لي بين قوسين؟ يقول لي reorder. reorder معناها أعد ترتيب الجملة. فأنت شلون ترتبها؟ باتباع هذه الملاحظات. هاي الملاحظات تلقوها بالملزمة، وإذا ما عندكم الملزمة تقدرون تسجلوها بالدفتر وتحفظوها وتنقلون الحلول وتسجلون على هذا التمرين. تمرين مهم جدا، لأن من الممكن يجيك امتحان الشهر الأول الفصل الثاني بسؤال القواعد، يعطيك جملة جملة مبعثرة ويطلب من عندك أن ترتبها على أساس هذه الملاحظات. حاولوا تحفظوها لأنها مهمة جدا بالامتحان التحريري. هذا كل ما يخص درسنا لهذا اليوم. لاحظنا أن درس غني بالمعلومات جدا، أغلب المعلومات اللي ذكرت معلومات تجينا بالامتحان التحريري، تفيد كتحضير يومي، تفيد بالامتحان الشفوي. حاولوا تسجلوها بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمات جدا بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي، وكذلك تفيدكم كتحضير يومي. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو. أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على الحسابات الموجودة في الفيديو في الوصف.